سمر فوق بابا. ما عم تطلع من غرفتها، كتير متضايقة. سمر راحت. ما قدرت تتحمل هالإهانة، تركتك وراحت. بس ليش؟ فكرة إنكم صدقتوا هاي الكذبة. امشي قدامي، امشي هبك بترجاك، امشي عملك. امشي فوت. سعيد اعترف انه هو زلمته لحلمي اونالي عدنان بيك، اعترف بكل شيء. انا ما عملت شيء من راسي، كل اللي عملته من تخطيط حلمي اونالي. خسيس واطي. عدنان بيك عمي. بابا عدنان بيك اهدى شوي. انا ما دخلني، طول بالك. بابا اتركوا. انا ما دخلني والله، اتركوني موتوا. عدنان بيك روق شوي. يا انا هون غير مهند. مهند اتركوا. حطها هون. شكراً لك. أهلا وسهلا سمر. حلمي أونال هو اللي عمل كل شيء، كل شيء كان موجود بهداك البيت بخصك أنت، كل شيء شافه عدنان حلمي أونال هو اللي مرتبه. بكفي عدنان بيك، بكفي. أنا اللي قالولي عليه عملته. خراس يا سامي الخراس. أنت خراس وفوت لجوا. مو هيك كنا متفقين يعني هالبيت. فوت. بابا خلص اتركه، اتركه بترجاك. وفوقها هالحقير عم بيساوي من دون خجل. ليكي أساساً عدنان هلأ رح يحكي معك، يلا لا تطولي ارجعي فوراً. ما رح ارجع لهداك البيت أبداً. يلا فيروز خانم لوين راحت سمر؟ إذا بتقلي له ما بقى تشوفي وشي أبداً. ما بعرف، بس وقت يلي راحت كانت مصممة وقالت ما رح ترجع. عن إذنك مو حابة تحكي. كتير أذيتوها يا عدنان بيك.